زميلنا العزيز محمد طه كان هناك ورصد اجواء تدريب الفريقين سواء الزمالك او الرجاء، هيقول لنا كل الاخبار اللي موجوده عنده. طه مساء الفل عليك، اتفضل. مساء الخير عليك يا كابتن شبير، وبرحب بكل مشاهدي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان من استاد القاهره، واللي هيستضيف غدا ان شاء الله مواجهه الزمالك والرجاء. يمكن استاد القاهره اليوم استضاف المران الختامي لكلا الفريقين، فريق نادي الزمالك وفريق نادي الرجاء. فريق الزمالك تدرب في الاول في الساعه 6 مساء، واستمر المران حوالي ساعه وربع. حضور الكابتن اسماعيل يوسف اكيد كان ليه دافع كبير جدا للاعبين، اللي وضح على وجوههم حاله التركيز وحاله الحماس الكبيره جدا لتاكيد الفوز غدا ان شاء الله والتاهل الى المباراه النهائيه. بدا الميران بجلسه تدليك خفيفه في ارض الملعب للاعب محمد عبد الغني، ثم استكمل باقي الميران. ويمكن تاكد طبعا غياب يوسف اوباما اللي ما حضرش ميران اليوم، نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. ويمكن كمان محمود علاء والونش النهارده ظهروا بشكل جيد جدا في ميران، ولتاكد ان شاء الله وجودهم في مباراه الغد. ايضا كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد جدا في هذا الميران الختامي قبل مواجهة الغد إن شاء الله. حازم إمام وفرجاني ساسي ومصطفى محمد بالتأكيد كانوا ظاهرين بشكل جيد جدا. انتهى الميران بضربات الجزاء، وخلال الميران كان في بعض الجمل التكتيكية وتقسيمة خفيفة، ولكن حرص باتشيكو في نهاية الميران أن يكون في ضربات جزاء وتدرب عليها اللاعبون بشكل جيد. يمكن فريق الرجاء وصل أرض الملعب بعد خروج نادي الزمالك إلى في تقريبا الساعة 8:15، بدأ ميرانه في 8:00، استمر حوالي ساعة وربع أيضا. ويمكن جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء اتكلم وتصريحات كده يمكن جانبيه، قال انه عنده الامل وعنده الطموح ولدى لاعبي التركيز الشديد في الفوز في مباراه الغد. هدف خساره في مباراه الذهاب يمكننا ان نعوضه في مباراه الغد، ولدينا كل الدوافع ولدينا الحافز الكبير جدا في الفوز غدا. يمكن حارس المرمى ابو عمير اللي هيشارك مكان انس زنيتي اللي تاكد غيابه طبعا، كان في تعليمات خاصه من مدرب الحراس، وايضا كان في جلسة خاصة بينه وبين المدرب واتكلم معاه لتحفيزه نفسيا. وايضا اثناء الميران كان كل شويه يمكن بينظر اليه وبيبص عليه طبعا اكيد عشان يتابعه وعشان يديله الحافز المعنوي. ايضا يمكن بن حليب وبن متولي شعروا ببعض الاجهاد، ربما لم يبداوا بمباراه الغد، ولكن ده هنعرفه طبعا من خلال وجودهم غدا ان شاء الله. لكن هم شعروا ببعض الاجهاد في بن حليب في العضله الضمه، وبن متولي يمكن شعر ببعض الإجهاد العام. ويمكن تدرب أيضا اللاعبون في نهاية الميران على ضربات الجزاء. خليني أقول لك كابتن شبير، أيضا يمكن الأستاذ سعيد وهبي المتحدث الرسمي لفريق الرجاء يمكن تصريح لنا بشكل رسمي، قال إن بدر بنون قريبا سيعقد المؤتمر الصحفي الخاص به للإعلان عنه لاعبا في النادي الأهلي، وقال أيضا من خلال إنه بيتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة في نادي الجديد النادي الأهلي. دي كل الكواليس الخاصة بفريق الزمالك وفريق الرجاء في ميرانهم الختامي اللي شاهدوا استاد القاهرة قبل مواجهة الغد إن شاء الله. نتمنى بالتأكيد الفوز لفريق نادي الزمالك والوصول للمباراة النهائية. كابتن شبير العودة إليك الآن، تفضل.